توصل 0.1%، بس اذا تمشي بالشارع بتشوف انه 90%. فقديه الوعي للمشكله قديه انت بتشوف. برضه بتعوض، يعني مثلا في امريكا النسبه بتوصل بين 15 ل 20%، بينما في دول زي بريطانيا وزي اليابان النسبه بتوصل بين 1 ل 2%. بعرفش اذا حدا منكم بفات على بعرف، بس تسافر بتفوت على مدرسه في اليابان او في كوريا الجنوبيه اللي هي خلينا نقول بخاطر نفس الشعب نفس الدوله، شيء يعني زي ما قالوا علماء احيان عالم ثاني. قديه هذول الناس جدا 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 منظمين، يعني بتشوف المعلمه بتوقف بتقول كيف بالافلام بتكون عارف الام ماشي وراها 10 12 ولد، الام بتوقف الكل بوقف، الام بتتحرك الكل بيتحرك، ايش ما بتساوي معلمه بدون ما تحكي ولا اي كلمه، الكل اقعدوا اقعدوا وقفوا وقفوا صفوا صف وصفوا صف كلياتهم مصدرين. فلذلك بنشوف انه بتصير في مشكله. بينما اذا الولد حطيته وهو صغير في بيئه انه لازم يكون منضبط، اكيد معظم هذول الاولاد مش راح يكون في عندهم هاي المشكله. إيه طبعا انتم بتعرفوا انه اليوم كل ما عبالنا اكثر واكثر بنشوف اولادنا على بعد كشف ركوز وكثره حركه. ليه؟ لانه صار في وعي اكثر. يعني لو بدك تيجي تعطي هات عن مشاكل تركيز كثره حركه قبل 10 سنين بجوز يجوا 4 5، اليوم بيجوا 20 30. ليه؟ لانه اليوم صارت الناس واعيه اكثر، الناس بدها اولادها تتعلم اكثر، والمعلمين برضه صاروا واعيين اكثر انه مش خلص هذا الولد يلا خيس في المدرسه خليه على جنب نقعده اخر سنه وخلصنا منه وما في خاص نش فيه. اليوم صار فيها وعي اكثر، والكل بده انه الاولاد يحصلوا على علامات اكثر ويحصلوا على تعليم اعلى. فالثاني هي الامبولسيفيوت او في العربي بسموها الاندفاعيه. يعني الولد اذا بده شيء طوالي، بتعرف هذا الولد اللي مثلا بتساله سؤال معلمي انا استاذ انا او هيك بسرعه بسرعه بدوش فكرش بسرعه بده يساوي شيء، او بتعطيه امتحان معاه ساعه الامتحان خلال ربع ساعه بحل الامتحان بسلم الورقه وهو مش حال نص امتحان صح لانه مندفع. والصفه الثالثه هي الهيبر اكتيف او الحركه الزايده.